المعتزلة يقولون إن القرآن مخلوق، ولذا هؤلاء المعتزلة هم امتداد للجهمية. ولذا يقول شيخ الإسلام رحمه الله إن من وقف محاربا للإمام أحمد رحمه الله ليس هم المعتزلة فحسب، بل هم الجهمية، لأن المعتزلة نشأت من حيث الفكر، من حيث المعتقد، من الجهمية. والأشاعرة سبب نشوئها ونشأتها من المعتزلة. ولذا يقول شيخ الإسلام في الفتاوى، يقول إن المعتزلة مخانيث الجهمية والأشاعرة مخانيث المعتزلة. ومعلوم أن المخنث ليس في أصله لا ذكر ولا أنثى، فهؤلاء لم يأخذوا بمعتقد الجهمية لأنهم معتزلة ولم ينعزلوا عنهم، وكذلك الأشاعرة.